أهلا بكم إلى هذه النشرة من الميادين. وفيها المقاومة تمطر المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة بالصواريخ، والقسام تستهدف حافلة عسكرية في زيكيم. العميد قآني في رسالتين للضيف والعجوري: معركة سيف القدس تفتح زمنا جديدا في الصراع، وفلسطين ليست وحدها بل معها محور المقاومة. نتنياهو يتهم طهران بإرسال طائرات مفخخة إلى داخل إسرائيل. انتقادات إسرائيلية واسعة للعدوان في غزة، ولبيد يتحدث عن فشل سياسي وأمني لا يغتفر. أهلا ومرحبا بكم. تواصل المقاومة ردها على العدوان عبر دك المستوطنات والقواعد الإسرائيلية بالصواريخ، وأعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة زيكيم شمال قطاع غزة بصاروخ موجه، مضيفة أنها دكت محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون. وأكدت وسائل أعلام إسرائيلية أن الحافلة المستهدفة تابعة للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها كانت فارغة وقد أصيب جندي بجروح طفيفة نتيجة شظايا الصاروخ. كتائب عز الدين القسام عرضت مشاهد جديدة لمقاتليها وفي وضعيات استعداد قتالية، واختتم الفيديو القصير بعبارة: قنصوا الدروع لكم بالمرصاد. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بثت مقطعا مصورا تظهر قيام عناصر الكتائب وهي تتصدى للعدوان الإسرائيلي بقصف تجمعات الاحتلال بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية. سرايا القدس عرضت مشاهد لصواريخ مضادة للدروع ولرصد مواقع الاحتلال بطائرة مسيرة، ووجهت رسالة إلى الاحتلال وفيها: أين جيشكم وأين مدرعاتكم؟ نتابع. الاحتلال كثف استهداف المدنيين في القطاع ردا على فشله العسكري. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا.
مروحة من مراسلي الميادين تنضم إلينا الآن من غزة، من بيروت ومن العراق. البداية مع زميل أحمد شردان مراسل الميادين من غزة، وينضم إلينا محمد الفهد مراسل الميادين هو معنا من بغداد، علي الأحمر مراسل الميادين هو معنا من بيروت، ملاك خالد أيضا من أمام مبنى الإسكوا في بيروت، وعمر كايد هو معنا من مخيم برج البراجنة. البداية معكم الزميل أحمد شردان، إذا يبدو أن هناك غارة جديدة إسرائيلية على قطاع غزة، التفاصيل معك لو سمحت. نعم، يبدو بأن إحصائية وزارة الصحة التي صدرت حول 230 شهيدا ستزداد بشهيدين وردا قبل قليل أو وصلا قبل قليل إلى مجمع الشفاء الطبي. الشهيدين سقطا نتيجة استهداف سيارة مدنية في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ووردت بعد معلومات عن وجود استهداف لسيارة أخرى، ولكن لم يتم التأكد إذا ما كان هناك إصابات أو شهداء في استهداف السيارة الثانية. الاحتلال الإسرائيلي يكثف في هذه اللحظات غاراته على مدينة غزة، كانت هناك غارة في منطقة شمال غرب مدينة غزة، وأيضا غارة في منطقة جنوب مدينة غزة، وبالتحديد بالقرب من شارع الدحدوح تم استهداف على ما يبدو بأنها أرض زراعية بالطائرات الحربية. استهدفت أيضا الطائرات الحربية قبل قليل شقة سكنية في منطقة الإبلاخية في مخيم الشاطئ، وتم تدمير هذه الشقة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وصلوا حتى هذه اللحظة هم مجهولين الهوية، وصلوا نتيجة استهداف السيارة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. الاحتلال اليوم دمر أكثر من 13 منزلا حتى هذه اللحظة، وبين الفينة والأخرى تسمع أصوات الانفجارات في سماء قطاع غزة وتحديدا شرق قطاع غزة نتيجة إطلاق المقاومة رشقات وصليات صاروخية في باتجاه مستوطنات الغلاف، وكذلك باتجاه سدود وعسقلان، واستهداف لقاعدة عسكرية في بئر السبع. نعم، أنت دائما معنا زميل أحمد شلدان في هذه التغطية فور ورود أي جديد. أما في سياق الأخبار، أكد قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاني أن المعركة القائمة حاليا في غزة فتحت زمنا جديدا في الصراع مع العدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المقاومة تكتب بالدم والنار معادلة أن العدو لا يمكن أن يستفرد بالقدس من دون رد رادع. جاء ذلك ضمن رسالة إلى قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ورئيس الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، حيث أضاف قاني أن المقاومة حطمت بصمودها ووحدة صفها وقيادتها الحكيمة والشجاعة كبرياء الجيش الصهيوني. وتابع قاني أن العدو بات يعلم أن فلسطين اليوم ليست وحدها، بل معها محور مقاوم يزداد اتساعا وقوة وتماسكا، لافتا إلى أن إيران على عهد القائد سليماني ولن تترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إنه في الوقت الذي نحن منشغلون بالقتال، قبل أيام أرسلت إيران طائرة مسيرة إلى داخل إسرائيل من العراق أو سوريا. نتنياهو خلال لقائه بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تل أبيب عرض مشاهد لطائرة مسيرة قال إنها إيرانية تم تحديدها وإسقاطها في منطقة وادي الينابيع بالغور، وأشار إلى أن إيران توفر البنية التحتية التي تعتمد عليها من وصفها بالمنظمات، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الطائرة هي إيرانية من نوع قاصف. قال يائير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية إنه لا يمكن تجاهل طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء العملية في غزة. لابيد أشار إلى أن من وصفها بالمنظمات في غزة انتصرت على تل أبيب في معركة الأعلام، ولفت إلى أن الحكومة فشلت في وضع السياسات، وبعد 11 يوما من العملية يسأل كل إسرائيلي نفسه ما الذي أرادت الحكومة تحقيقه، معتبرا أن هناك فشلا سياسيا وأمنيا لا يغتفر. أنتقل الآن إلى زميل أحمد الأحمر مراسل الميادين هو معنا من بيروت. أهلا بك زميلي علي. إذا يبدو أن هناك فعالية نصرة لفلسطين، هل نقلت لنا الأجواء لديك؟ وسوف تبقى وتنتصر. نعم، هي ينظم وقفة تضامنية مع فلسطين في الساحل أو على الخط البحري في منطقة الرملة البيضاء الآن، وبعد تلاوة أو بعد سماع النشيدين اللبناني والفلسطيني.
العقوبة هي الحل. تتلى الآن كلمات تضامنا مع فلسطين ورفضا وتنديدا للعدوان الوحشي على قطاع غزة. الأعلام الفلسطينية رفعت في سماء العاصمة اللبنانية بيروت في أكثر من منطقة، وهي احتجاجات مستمرة منذ عدة أيام تضامنا مع فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت، العاصمة الأولى التي طردت الاحتلال عبر المقاومة. هذه العاصمة لا تتوانى عن دعم فلسطين، دعم الشعب الفلسطيني، دعم غزة رفضا لهذا العدوان. نعم مايا، العروبة هي الحل. إذا علي الأحمر أنت معنا الآن من بيروت لنقل هذه الفعالية، ومن بغداد معنا مراسل الميادين محمد الفهد، حيث هناك أيضا فعالية نصرة لفلسطين. هل نقلت لنا الأجواء لديك محمد؟ نعم. إذن قبل أن تدلي برسالتك الزميل محمد الفهد، اسمح لي بأن نبث مباشرة ما وردنا من كتائب القسام التي بثت مشاهد لاستهداف الحافلة الإسرائيلية، الحافلة العسكرية، نتابع إذن. إذا مشاهدينا، كانت هذه المشاهد لاستهداف حافلة عسكرية قرب قاعدة زكيم شمال قطاع غزة من قبل قوات القسام. نعود إلى مروحة مراسلين مجددا. أعود إليكم زميلي محمد وأعتذر على المقاطعة، كنت تنقل لنا الأجواء، أجواء هذه الفعالية التضامنية مع فلسطين. نعم، هي مسيرة حاشدة وسط العاصمة العراقية بغداد، وهي واحدة من المسيرات التضامنية للعراقيين مع فلسطين ومع غزة ومع مقاومتها. اليوم هنا في وسط العاصمة بغداد هذه المسيرة والفعاليات التي تشهدها بغداد جاءت على خلفية دعوات من قبل فصائل عراقية ومن أنصار هذه الفصائل، وكذلك شرائح مختلفة من المجتمع العراقي خرجت هنا في هذه المسيرة والتي تجتمع هنا خلفي كما تشاهدون. وستتخلل هذه المسيرة التضامنية كلمات متعددة لممثلين للفعاليات الاجتماعية العراقية وممثلين لفصائل عراقية، وكذلك لإلقاء الكلمة الختامية لهذه المسيرة. الشعارات التي تم رفعها كما رصدناها هنا هي التضامن مع شعب فلسطين، الثبات على وحدة البوصلة تجاه القضية الأم، وعدم التنازل ورفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي كما يقول الذين رفعوا هذه اللافتات. كذلك هنالك فعاليات عديدة ستتخللها هذه المسيرة وهذا التجمع في العاصمة العراقية بغداد. إذن كما يبدو على شاشة، أعتذر زميلي محمد على المقاطعة، ولكن نتابع الآن على شاشة الميادين أن هناك رشقة صواريخ مجددا من قبل المقاومة على غلاف قطاع غزة، وحيث تسمع صفارات الإنذار الآن من جديد في عسقلان. إذن الزميل أحمد شلدان هو دائما معنا لينقل لنا بالصوت والصورة ما الذي يجري. تفضل زميلي أحمد.
نعم، ما تشاهدونه الآن هو رشقة صاروخية أطلقت على ما يبدو بأنها باتجاه عسقلان. هذه لم تكن الرشقة الأولى. المقاومة تكثف في هذه اللحظات عمليات استهداف مستوطنات القطاع ومستوطنات الاحتلال وكذلك المواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة. ما يردنا الآن هو إعلان كتاب القسام بأنها قصفت مجمع نحل عوز بقذائف الهاون وكذلك مفتاحيم أطلقت باتجاه رشقة صاروخية، إضافة إلى إعلان أن هناك عملية مشتركة كانت بين القسام وسرايا وألوية الناصر صلاح الدين قام من خلالها بقصف عسقلان برشقات أيضا صاروخية. وكذلك أعلن سرايا القدس بأنها أطلقت العديد من القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات الغلاف. جميع الفصائل الفلسطينية في هذه اللحظات تكثف من عمليات استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين وكذلك مستوطنات الاحتلال في الغلاف برشقات صاروخية كبيرة، وردا على استمرار العدوان كما تقول وانتهاك حرمة البيوت الآمنة وعلى استهداف منازل المواطنين. مع العلم أن الاحتلال منذ صباح هذا اليوم قام بتدمير أكثر من 12 منزلا للمواطنين، آخرهم قبل قليل في مخيم الشاطئ قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل يعود لعائلة عودة وقام بتدمير جزء من هذا المنزل جراء استهدافه، بالرغم من أن هذا المنزل يقع في منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة جدا. وأيضا أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين استهدافها لكريات جات بصاروخين من طراز خالد، وهذا الاستهداف تم قبل دقائق معدودة من الآن كما يردني. نعم زميلي أحمد، سنعود إليك بطبيعة الحال فور ورود أي جديد، وننقل عن ما جاء على الجيش الإسرائيلي الذي قال أنه تم إطلاق 4070 صاروخ من غزة نحو إسرائيل منذ بداية هذا العدوان. نعود أو ننتقل إلى زميل عمر كايد مراسل الميادين، هو معنا من مخيم برج البراجني لينقل لنا أيضا أجواء الفعالية لديه. تفضل زميلي عمر. مايا، انطلقت الآن منذ نحو 10 دقائق 3 مسيرات من مختلف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت، الأولى من مخيم برج البراجنة وتوجهت إلى نقطة الالتقاء المشتركة وهي منطقة الكولا، والثانية من مخيم ماريلياس، والثالثة من مخيم شتيلة. وهناك أيضا تظاهرة رابعة أو مسيرة رابعة ستنطلق من شارع الخوري للنشطاء اللبنانيين، أيضا ستتجه إلى نقطة الكولا. بعدها ستنطلق هذه المسيرات الأربعة التي توحدت في هذه النقطة مشيا على الأقدام باتجاه مقبرة الشهداء. هذه الفعالية دعت إليها عدد من المؤسسات اللبنانية والفلسطينية وعدد من الناشطين الفلسطينيين واللبنانيين، عنوانها من البحر إلى النهر، وهي تأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين متمسكين بحق العودة ومتمسكين بكل الأراضي التي احتلها الاحتلال الإسرائيلي عام 48 وأخرجوهم من ديارهم. هم متمسكين بأراضيهم وبلداتهم وأنهم مصرون على العودة إلى ديارهم. أما النشطاء اللبنانيون فأتوا للتأكيد أيضا على خيارهم المتمسك بالمقاومة بكل وسائلها، الدعم للقضية الفلسطينية، الدعم للشعب الفلسطيني، اللبنانيون الذين يقفون صفا واحدا ضد الاحتلال الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي. هذه التظاهرة أيضا تؤكد على دعم الفلسطينيين واللبنانيين لخيار المقاومة بكل أشكالها، للمقاومة المسلحة في غزة وللمقاومة الشعبية في أراضي في المدن المحتلة عام 48 وفي القدس وفي الضفة الغربية، وأيضا للتأكيد على التكامل بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وعلى تمسك الفلسطينيين بهذا الخيار وأنهم يرفضون كل مشاريع التطبيع والتسوية وتوطينهم في أي بلد آخر غير فلسطين. نعم زميل عمر، إذا نتابع عبر شاشة الميادين على ما أعتقد هذه المشاهد هي من العراق، حيث هناك علم فلسطيني كبير جدا ويتم إحراق الآن أعلام أمريكية وإسرائيلية. ينقل لنا المشهد أكثر الزميل محمد الفهد. زميلي محمد مجددا أعود إليك. نعم، كما هو المشهد الآن وكما تنقله الميادين أن هذا التجمع الحاشد للعراقيين فيه فعاليات متعددة وفيه تأكيد للمؤكد كما يقول المشاركون في هذه المسيرة، لاعتبار أن العراقيين لديهم مواقف ثابتة لا تتغير وكذلك لديهم بصماتهم الخاصة تجاه القضية الفلسطينية. أهم ما تم التأكيد عليه هنا في هذه المسيرة الحاشدة هو رفض التطبيع وكل أشكاله مع إسرائيل، وكذلك
ضرورة أن يتم التحرك من قبل الدول المطبعة مع إسرائيل ومع الدول العربية الأخرى القريبة من إسرائيل على محاصرة هذا الكيان والتضامن مع مقاومة الفلسطينيين، وكذلك إكمال هذه المعادلة التي فرضت في الأراضي المحتلة من خلال صواريخ المقاومة. كذلك يقول العراقيون بأنهم جاهزون لأي شكل من الأشكال الدعم للفلسطينيين، لا يكتفي هذا الدعم على المسيرات والشعارات التي تطلق والتي تعبر عن المواقف الثابتة، وإنما لدى العراقيين أيضا خيارات أخرى لدعم القضية الفلسطينية ودعم المدافعين عن غزة وبقية الأراضي الأخرى، سواء إذا سمحت الظروف وكذلك الزمان المناسب أن يكون هذا الدعم دعما مقاوما، دعما ماديا، دعما بشريا وما إلى ذلك، هكذا يقول مشاركون في هذه المسيرات. كذلك استمعنا الآن لعدة شعارات وكذلك نشاطات اجتماعية متعددة في هذه المسيرة. كذلك تم إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي تعبيرا عن يعني عن الغضب تجاه إسرائيل وتجاه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف في زاوية المؤازرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وكذلك لأن العراقيين ذاقوا مرارة الاحتلال في قبل سنوات، وكذلك التجربة التي خاضها العراقيون لإخراج هذه القوات بالقوة من خلال المقاومة ومن خلال السلاح، وبالتالي هنالك تشابها في هذه القضايا وتشابها في تضحيات المقاومين سواء في أرض فلسطين أو في العراق، وبالتالي أن هذه الصورة التي تنقل الآن من وسط العاصمة العراقية بغداد هي جزء من الموقف المتضامن وكذلك الكلمة الموحدة لدى العراقيين تجاه قضية فلسطين، وبالتالي هذه القضية الآن ربما هي التي كشفت عن وحدة تطلعات وأولويات العراقيين بعيدا عن انقساماتهم السياسية حتى الأيديولوجية، وبالتالي اجتمعوا جميعا في فعاليات مستمرة منذ العدوان على غزة إلى هذا اليوم، في فعاليات مستمرة ومسيرات وتجمعات في مختلف المحافظات العراقية لدعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وبحسب المشاركين في هذه المسيرة أنها لن تكون الأخيرة هنا، ستستمر هذه الفعاليات من أجل إيصال الرسائل أو إيصال رسائل العراقيين إلى أشقائهم الفلسطينيين، وبأن العراقيين يقفون معهم في كل خياراتهم سواء خيار المقاومة أو الخيارات الأخرى الخيارات الضاغطة، وأن العراقيين أيضا مع معادلة الميدان الجديدة ومع قواعد الاشتباك الجديدة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية. نعم محمد، إذن أنت باق معنا ومع هذه الصورة مع هذه التظاهرة الضخمة في العاصمة العراقية بغداد نصرة وتضامنا مع الفلسطينيين، وحيث شاهدنا بأن هناك علم فلسطيني كبير وتم إحراق أعلام أمريكية وإسرائيلية، وعلى ما يبدو تم رسم علم إسرائيلي على الأرض لكي يدوس عليه كل المشاركين في هذه الفعالية. أنت دائما معنا زميلي محمد، ولكن نعود إلى سياق الأخبار. الحديث في إسرائيل عن فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق صورة النصر التي كان يبحث عنها من جراء عدوانه على قطاع غزة وعدم قدرته على ترميم صورة الردع التي تآكلت في غزة، ترافق مع تقارير عن قرب وقف إطلاق النار وتقاذف المسؤولين الإسرائيليين المسؤولية منذ الآن عن طلب التوصل إليه. منال إسماعيل. حال المراوحة والتخبط على مستوى متخذي القرار في إسرائيل مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أيامه الأخيرة بحسب تقديرات إسرائيلية انعكست على نحو واضح فشلا في الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء غزة. نرى نوعا من الاستنزاف من جانب حماس واستغلال نقاط ضعف للتسبب بعدد كبير من الخسائر كنوع من النجاح. حماس تظهر قدرة على العمل والاستمرار بالقصف، وأعتقد من ناحية استراتيجية أنه يوجد هنا فشل لسياسة إسرائيل. كثرة الانتقادات الموجهة لأداء الجيش الإسرائيلي وفشل الاستخبارات الإسرائيلية في تقدير جاهزية المقاومة الفلسطينية وقدراتها جعلا المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل يبحثان عن مخرج للنفق الذي دخلت فيه إسرائيل عبر وقف إطلاق النار وتقاذف المسؤولية بشأن طلب تحقيق ذلك منذ الآن. وزراء الكابينات يخشون الانتقادات بشأن وقف إطلاق النار
لذلك يحاولون رمي مسؤولية طلبه على الجيش الإسرائيلي. هذه الألاعيب بتوجيه الاتهامات وخلق الأعذار لأشخاص، وخاصة إذا كانوا وزراء، فإنها غير مناسبة أبدا. عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الحسم في ظل غياب الإنجازات والأهداف الواضحة لعدوانه، معطوفا على عدم قدرته على ترميم صورة الردع الإسرائيلي التي تآكلت في غزة، دفع مراقبين إلى القول إن فصائل المقاومة الفلسطينية تقدمت على إسرائيل في هذه الجولة. منذ 20 عاما ونحن موجودون في هذا الفيلم الرهيب الذي تمسك فيه حماس بإسرائيل كرهينة. حماس ليست مردوعة، هي تدرك أننا أقوى منها بكثير، لكنها تحارب على الوعي، وهنا هي تنتصر في أي حال. وفيما قال محللون إن مطاردة إسرائيل خلف صورة الانتصار هي مطاردة واهية وعقيمة، دعا آخرون للسعي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار، انطلاقا من الإدراك بأن استمرار القتال لن يحقق لإسرائيل إنجازات مهمة، لأن تكلفة هذا القتال أكبر من جدوى. ينضم إلينا مباشرة أبو محمد، قائد الأعلام العسكري لكتائب شهداء الأقصى لواء العمودي، ينضم إلينا من غزة. مرحبا بك أبو محمد. كتائب شهداء الأقصى لأول مرة منذ 16 عاما تنظم مسيرة مسلحة في شوارع رام الله، أي رسالة أردتموها من هذه المسيرة؟ أولا أتحدث معك من هنا من قطاع غزة، من وسط قطاع غزة. وهذه المسيرة والذي حصل في الضفة الغربية بعد رسائل وجهتها كتائب شهداء الأقصى لواء العمودي من قطاع غزة إلى رفقاء دربنا، رفقاء درب بروان زلوم وثابت ثابت ورائد الكرمي، التي دفعت إسرائيل ثمن اغتيالهم غاليا. ومن هنا وعبر إذاعة وعود عفوا فضائية الميادين أوجه رسالة إلى إخواننا ورفقاء دربنا، أيضا عبر صوتكم الكريم، إخواننا ورفقاء دربنا في الضفة الغربية، عليكم أن تنتفضوا. إلى أبناء الأجهزة الأمنية، عليكم أن تنتفضوا. ماذا تنتظرون للدفاع عن مصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليكم أن تنتفضوا في وجه العدو الصهيوني أينما وجدتموه. وأيضا رسالة إلى الداخل المحتل، عليكم أن تعودوا إلى ثورة السكاكين، ليعلم العدو الصهيوني أن هناك 3 جبهات. الجبهة الأولى في قطاع غزة بالصواريخ وقذائف الهون التي تطلقها كتائب الأقصى لواء العمودي الذراع العسكري لحركة فتح، وكافة فصائل المقاومة، كافة فصائل المقاومة دون استثناء. ونحن هنا في كتائب الأقصى في قطاع غزة قمنا منذ اللحظات الأولى بإرسال عدة رسائل للعدو الصهيوني بأن المعركة في القدس لن تمر مرور الكرام، ولكن يبدو أن العدو الصهيوني لم يستوعب الدرس. استمرت كتائب الأقصى وباقي فصائل المقاومة باستهداف المستوطنات والمواقع المحاذية لقطاع غزة، ويوميا واليوم وقبل قليل مقاتلين دكوا موقع نريم العسكري بأكثر من 4 قذائف هون. إذن كتائب الأقصى وكافة فصائل المقاومة ما زالت تدك المواقع الصهيونية، ولكن إلى ما تسمى بإسرائيل. نحن هنا في فصائل المقاومة، الكلمة الوحيدة هنا لفصائل المقاومة وغرفة العمليات المشتركة، لن يكون هناك حديث عن أي تهدئة ما لم تتم الشروط التي توضعها المقاومة قولا وفعلا حرفيا. وشعارنا كان وسيبقى في المعركة، شعارنا مع كل أذان يرفع في المسجد الأقصى ستكون لنا كلمة وبصمة، وليعلم العدو الصهيوني أننا مستمرين بدك المغتصبات والمواقع العسكرية والمدن الصهيونية المغتصبة حتى يزعن رغم أنفه للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الأقصى الذراع العسكري بحركته. نعم، عندما نتحدث اليوم عن الشروط، نحن نتحدث عن الشروط نفسها أبو محمد، أي نتحدث بداية وقف العدوان على غزة، ثانيا يعني حماية القدس وحماية المقدسات وإعطاء الحق الكامل لكل الفلسطينيين بالصلاة في المسجد الأقصى، وثالثا موضوع حي الشيخ جراح، أليس كذلك؟ أختي، نحن نتحدث بشروطنا عما تحدثت، ولكن أولا وقبل كل ما ذكر، يجب أن تعود القدس وشوارعها وضواحيها إلى ما كانت عليه، ويجب أن تكون حرية لأبنائنا الموجودين هناك في مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب على العدو أن يعرف أنه إذا اعتدى على أبناء شعبنا في القدس أو في الشيخ جراح، وإن كانت هناك تهدئة، سنعود من أول لنقول إلا العدو الصهيوني لن تستطيع أنت وجيشك أن تهجر أبناء شعبنا من القدس ومنطقة الشيخ جراح. سنبقى هنا الدرع الحامي
بإذن الله تعالى نحن في كتائب الأقصى والعمودي وكافة فصائل المقاومة لأبناء شعبنا في الداخل المحتل وفي القدس وأينما وجد شعبنا وهو تحت الاحتلال وعلى إسرائيل وعلى ما يسمى برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو أن يعلم جيدا أن دماء شهداء أبناء شعبنا لن تذهب هدرا هنا في قطاع غزة. كان يتحدث أختي الفاضلة عن بنك أهداف. أي بنك أهداف؟ الناس الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ الذين دمرت البيوت فوق رؤوسهم عن أي بنك أهداف؟ على حكومة الاحتلال أن تعلم جيدا أن دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدرا بإذن الله تعالى، وسنكون نحن في كتائب الأقصى واللواء العمودي وكل فصائل المقاومة نعمل على أن تدفع إسرائيل الثمن جيدا، وما خفي أعظم والقادم أعظم وسيؤلم ما تسمى بإسرائيل وحكومة. نعم أبو محمد، منذ قليل ذكر موقع ولا الإسرائيلي أن نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينة عند 7 مساء حول العملية بغزة وجهود وقف إطلاق النار، حيث من المتوقع بحسب ما يقول مسؤولون إسرائيليون يعني هناك ترجيح لحصول انفراج في 24 ساعة المقبلة بحسب الإسرائيليين. أطلب منكم تعليقا على هذا الموضوع وأسألكم، يعني كانت إسرائيل يعني تبحث عن سردية نصر، ما الذي حصل الآن؟ لن نمنح إسرائيل نصرا أبدا، وهي تعلم جيدا أنها في عدة معارك سابقة وتحديدا عام 2014 حاولت في اللحظات الأخيرة أن تصنع نصرا بمحاولة اغتيال قيادات من المقاومة في قطاع غزة لتقول أن هذه العملية أثمرت، ولكن نحن نقول لكم لن نمنحكم نصرا، وعلمكم أن تعلموا جيدا أننا بإذن الله تعالى إن كان هناك تهدئة سنخرج بمؤتمر صحفي كامل لكل فصائل المقاومة نعلن نصرنا على إسرائيل. لن نمنحكم نصر، النصر هنا لقطاع غزة، النصر هناك للشيخ جراح، النصر هناك في الضفة الغربية وفي القدس مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول سلفا، نتنياهو يحاول أن ينقذ نفسه أمام الشعب الصهيوني المخدوع المغتصب لأرضنا، ولكن لن يكون هناك نصر. وهناك الأوساط الإسرائيلية ونحن نتابع جيدا ما يدور في الأوساط الإسرائيلية، وهو يوضح أنهم شعب معتدى عليه، ولكن الشعب الصهيوني جزء منه غير مخدوع ويعلم جيدا أن نتنياهو ارتكب مجازر هنا في قطاع غزة. ورسالتنا إلى الشعب الصهيوني المخدوع، لن تكونوا في أمان أمام رميات وقذائف وصواريخ المقاومة التي تطلق من غزة. ما يرتكبه نتنياهو هو مجزرة حقيقية بحق أبناء شعبنا هنا في الضفة الغربية، وعليكم أن تعلموا جيدا أن الثمن سيكون باهظا بإذن الله تعالى. شكرا لكم أبو محمد، قائد الإعلام العسكري لكتائب شهداء الأقصى لواء العمودي، كنت معنا من غزة. أشارك معنا في هذه التغطية ملاك خالد مراسل الميادين، هي معنا من بيروت من أمام الإسكوا. ملاك، هل نقلت لنا الأجواء لديك لو سمحتي؟ مايا، الآن يبدأ يعني الفعالية التضامنية مع فلسطين المحتلة التي ينظمها حزب الله، وستتضمن مسيرة كشفية وبعض الكلمات لممثلين عن حزب الله وعن حركة أمل وعن حركة الشعب. كما يمكن أن ترين الكاميرا هناك حضور متنوع من الفصائل الفلسطينية ومن بعض أحزاب لبنانية تجمعها الهبة الفلسطينية التي تشتعل في كل أراضي فلسطين التاريخية، وتجمعها الإدانة لجرائم الاحتلال وعدوانه على أهلنا في غزة. كما أسلفنا ستكون هناك كلمات لإيصال صوت واضح وعالي بخصوص الاعتداءات على فلسطين المحتلة في كل أماكن الوجود الفلسطيني. الشكل الدموي الأوضح للاعتداءات الإسرائيلية هو في غزة، ولكن لا ننسى أن ما أطلق هذه الهبة هو الشيخ جراح ومحاولات إخلاء حي الشيخ جراح. ويعني الحضور اللبناني موجود بكثافة هنا على الأرض بالتوازي مع الحضور الفلسطيني، وسنتحدث مع أحدى المشاركات ما هي الرسالة التي تنقلها بيروت إلى فلسطين بهذه الوقفة الفعالية. بيروت هون عم بتقول انه هي ما بتتغير، هي مع المقاومة من 48 لهلا، قضية وحدة، بوصلة وحدة، قضيتنا فلسطين، بيروت دائما مع فلسطين بكل ساعة وبكل دقيقة. وطبعا
يعني نحن يا ريت فينا نكون هلا بقلب فلسطين، موجودين بقلب فلسطين وما نغيرنا البوصلة ابدا. شو ما عملوا شو ما قالوا بالاعلام على التطبيع وما التطبيع وعلى تغيير المقاومه وتغيير الفكر المقاوم بيروت بعد سبت على مناصره فلسطين والقضيه الفلسطينيه اللي هي القضيه الاوليه والمركزيه. جزيلا. اذا ما يعني تاكيد المؤكد من بيروت المقاومه، هذه العاصمه العربيه الثانيه التي احتلها الجيش الاسرائيلي، ولكنه طرد منها بفعل ضربات المقاومه وصمود اهلها الاسطوري في اجتياح العام 82. وبيروت ترسل التحيه الى غزه التي اجبر اهلها ومقاومتها الاحتلال الصهيوني على تفكيك المستوطنات والهرب منها عام 2005، وهذا ما يؤكد حتميه انتصار المقاومه طالما يتضامن اهلها ويتلاحمون بعضا مع بعض في هذه الظروف وفي كل الظروف بطبيعه الحال. نعم ملاك، نبقى في بيروت ولكن ننتقل الى الزميل علي الاحمر الذي ايضا سيستمزج ربما اراء المشاركين في هذه الفعاليه. تفضل علي. نعم مايا، بعد انتهاء الكلمات في الوقفة التضامنية مع فلسطين التي نظمها مؤتمر الناصري اللبناني، بدأت المسيرة السيارية تجوب شوارع بيروت، انطلقت المسيرة تجوب شوارع بيروت تضامنا مع فلسطين والأقصى. ينضم إلى جانبي العميد مصطفى حمدان. عميد، شو أهمية الوقفة التضامنية اليوم مع فلسطين ببيروت وبرمزي وشو رمزية بيروت بالنسبة للموضوع؟ يعني هذه اللقاء اليوم هو استمرار لكل اللقاءات التي ترسل رسائل الدعم والصمود لأهل فلسطين، فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، ونؤكد أن فلسطين جزء كل لا يتجزأ. الأهم من كل هذا أن أهل فلسطين رغم كل محاولات وقف إطلاق النار التي يقوم نتنياهو بطرحه بين الآونة والأخرى، هم دائما في اشتباك مستمر، ونحن نؤكد من خلال ما نرى بأن ما جرى قبل انتفاضة القدس قبل انتفاضة رمضان ليس كما بعدها. الأهم الذي يجري اليوم في بيروت أن كنا دائما نقول بأن كل الشعب اللبناني هو مع فلسطين، اليوم للأسف كما كنت أقول فلسطين جزء كل لا يتجزأ، وكنا نقول بأن لبنان كل لا يتجزأ. اليوم رأينا منظر خطير ومؤشر خطير أن هناك عصابات الأرغون والشتان، عصابات القوات اللبنانية خرجت لتحرق علم فلسطين على أرض لبنان، وهذا أمر لن يكون مقبولا من أحد من كل اللبنانيين. والإشارة على هؤلاء الكنتونيين الذين حرقوا هذا العلم المقدس لنا جميعا، كما نحن نعتبر أن علم لبنان مقدس لنا، بالتالي هناك في فلسطين يصنعون وحدة فلسطين ووحدة الأمة، واليوم في لبنان مؤشر خطير للتقسيم والتفتيت كما قلت، إرهاب عصابات الأرغون والشتار والذين كانوا يؤيدونهم عصابات الداعش. نحذر اللبنانيين جميعا من هؤلاء ونقول إنه بداية ما يمكن أن يكون الأخطر في مجال أو مسار الأحداث اللبنانية. شكرا لكم. نعم مايا، كما ذكرت المسيرة انطلقت لتجوب شوارع بيروت تضامنا مع فلسطين. إذا تسنى لنا الوقت سوف نواكب هذه المسيرة، سوف نواكب المتضامنين، ربما كما تشاهدين الأعلام اللبنانية مرفوعة، الأعلام الفلسطينية، اللافتات التي تندد بالاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة. نعم، بينما نتحدث إليك الآن وبينما نتابع كل هذه الفعاليات مشاهدينا الكرام، أكان ذلك في بيروت أو في بغداد، ونراقب ما يحصل في غزة، الآن تعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يدلي رياض الملكي وزير الخارجية الفلسطيني كلمة قال فيها لمن يقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، عن أي حق يتحدث وهي تضطهد شعبا بأكمله. إذن كما ذكرنا هذا ما قاله الملك في هذه الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة. نعود دائما إلى الأرض، إلى رؤية الشعب، إلى نبض الشعب، مع بغداد والزميل محمد الفهد الذي ينقل لنا بالصوت والصورة هذه الفعاليات، هذه التظاهرة الضخمة جدا نصرة لفلسطين في بغداد. تفضل زميلي محمد.
نعم، هذه الوقفة التضامنية لا تزال مستمرة وسط العاصمة العراقية بغداد، و تحت شعار الأقصى رمز مقاومتنا، والتي دعت إليها كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء العراقية، وأيضا فعاليات مجتمعية أخرى شاركت في هذه الوقفة التضامنية، وهي واحدة من الوقفات التي يشهدها العراق منذ أيام، سواء في العاصمة العراقية بغداد أو بعض المحافظات الأخرى. أيضا اللافت مايا أن العراقيين رغم اختلاف بعض أو اختلافهم السياسي وما إلى ذلك، إلا أن كل طرف تضامن مع فلسطين بطريقته، وهذا يعني أن الجميع توحدوا تجاه هذه القضية، وبالتالي الموقف العراقي هو يعني متفق على التضامن مع فلسطين ومع غزة، وعدم التراجع عن هذه القضية، وعدم تأييد أي حركة للتطبيع مع إسرائيل، وأيضا الدعوة إلى محاصرة هذا الكيان والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. فعاليات متعددة لا تزال تلقى من منصة هذه الوقفة التضامنية، منها فعاليات شعرية وأناشيد وكلمات متعددة لشخصيات تمثل واجهات مجتمعية ودينية وما إلى ذلك. كذلك العلم الفلسطيني يرفرف في شوارع العاصمة العراقية بغداد منذ أيام، واليوم أيضا في هذه الوقفة التضامنية نرى العلم الفلسطيني في هذه المنطقة، وبشكل كبير كذلك قاموا بإحراق العلم الإسرائيلي والعلم الأمريكي، وكذلك رسم العلم الإسرائيلي على طول هذا الطريق المؤدي إلى الوقفة التضامنية وسط العاصمة العراقية بغداد، وسط العاصمة العراقية بغداد، وبالتالي هي للتعبير على ثبات البوصلة العراقية، ثبات الموقف العراقي تجاه ما يجري في فلسطين، ودعم المدافعين عن غزة ودعم المقاومين الفلسطينيين. نعم زميل محمد، إذن هذه هي الصورة من بغداد العاصمة العراقية، حيث هناك تظاهرة حشدة جدا دعت إليها فصائل المقاومة نصرة لفلسطين ونصرة للقضية الفلسطينية، وكذلك الأمر شوارع لبنان شهدت أكثر من فعالية على مدى الأيام الماضية كما تشاهدون عبر شاشة الميادين. هناك أكثر من فعالية في لبنان، كان ذلك في صيدا أو في العاصمة اللبنانية بيروت. عمر كايد كان معنا من مخيم برج البراجني، وحدثنا عن أربع مسيرات ستنطلق في وقت مشترك. لا أعلم إذا كان ما يزال معنا لينقل لنا كيف تبدو الصورة الآن وما إذا انطلقت المسيرات. لبنان هازندو يا قدس، إذن يا قدس مريم، إذن هذه هي المشاهد المباشرة من بغداد ومن صيدا ومن العاصمة بيروت ومن غزة. وكما ذكرنا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد الآن جلسة استثنائية من أجل فلسطين. نعود إلى سياق الأخبار، حيث كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق للميادين أن الاحتلال الإسرائيلي يستجدي وقف إطلاق النار، مؤكدا أن نتنياهو أبلغ من يعنيهم الأمر قرب وقف إطلاق النار. هم الآن يستجدوا وقف إطلاق النار، أنا بقول لك هم الآن يستجدوا وقف إطلاق النار. الكلام اللي قاله بايدن أنه بيضغط من أجل وقف إطلاق النار، بدهم يستبقوا الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار. اليوم تحرك الوسطاء من أجل وقف إطلاق النار. اليوم عقد اجتماع نتنياهو حتى يقول للناس نحن نستعد لوقف إطلاق النار. اليوم من الذي يتحدث عن الحرب البرية؟ لا علاقة له لا بالحرب ولا بالمجلس الوزراء المصغر ولا بإدارة العمليات. أبو مرزوق قال أن الحديث يتعلق الآن بوقف إطلاق النار فحسب، لا بوقف أي شكل آخر من أشكال المقاومة، وأضاف أن هناك ضغطا أمريكيا جديا الآن على تل أبيب لوقف العدوان. إحنا بنتكلم عن وقف قصف إسرائيل لقطاع غزة واستهداف أيضا قطاع غزة لإسرائيل، هذا الذي نتكلم عن وقف إطلاق النار بهذا الشكل، لا نتكلم عن أي شكل من الأشكال الشعبية ولا أشكال الاحتكاك بالاحتلال في مواقع الاحتكاك والتشيك بوينتس هذه الموجودة، ولا على المظاهر الشعبية ولا على الإضرابات العامة، لا نتكلم عن كل هذا، هذا سيبقى. إحنا بدنا العلاقة الطبيعية بين شعب تحت الاحتلال وبين هذا المحتل، أن لا يجعله يستقر في لحظة من اللحظات.
هذا الذي يجب أن نفهمه دائما في علاقاتنا مع الاحتلال. بالدقيقة الأخيرة دكتور أبو مرزوق، نحن في الساعة الأخيرة أو أكثر بقليل ليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار الخميس الجمعة؟ لا، هذا يعني تحديد صعب، يعني ولكن نتحدث بالوقت القريب جدا بشروط المقاومة. أعتقد ذلك إن شاء الله. نعود دائما إلى الميدان وتحديدا إلى بيروت مع الزميل جمال الغربي، إلى الصيدة بالتحديد جنوب بيروت. أهلا بك جمال الغربي، حيث هناك فعالية أيضا تضامنية مع فلسطين. تفضل جمال، هل نقلت لنا الأجواء لديك؟ نعم، هناك مظاهرة شعبية من النجمة حيث سيكون هناك كلمة سياسية باسم المشاركين. هذه الدعوة يشارك بها يعني حشد كبير من المخيمات الفلسطينية في مدينة صيدا، إضافة إلى أهالي المدينة. أيضا يعني في هذه المظاهرة العلم الفلسطيني والعلم العلم اللبناني هما اللذان يرفعان في هذه الفعالية. يعني تقدر المشاركة بالآلاف. هذه الدعوة هي تحت عنوان تأييدا للمقاومة الفلسطينية واستنكارا للمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. أيضا يعني المشاركة من مختلف فئات الأعمار، وأيضا على المستوى السياسي الفلسطيني القوى الإسلامية جميع يشارك في هذه الفعالية. اسمح لي يعني أن أخذ يعني كلام من أحد الأشخاص المشاركين في هذه الفعالية. يعني اليوم ليش عم بتشاركوا بهذه الفعالية تحديدا من مدينة صيدا، وشو رسالتكم كلاجئين فلسطينيين من مدينة صيدا، صيدا السم، صيدا المقاومة؟ الرسالة اليوم هي رسالة الوحدة، الوحدة الوطنية لبناني تحت موقف أحد، وهو رفض وإدانة لكافة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في الضفة وغزة وأراضي 48. يعني أيضا لابد من الإشارة إلى أمر أساسي، بأن هذه المشاركة الكثيفة لم نشاهد لها مثيل في هذه المدينة منذ انتفاضة العام 2000. يعني هناك نعم ما يعني بعض الإعلاميين بالألاف يشاركون في هذه المظاهرة التي ستنطلق بعد قليل باتجاه ساحة النجمة. شكرا في مدينة شكرا صيدة. لك الزميل جمال الغربي، كنت معنا من هذه الفعالية في صيدا. أعود إلى الزميلة ملاك خالد وهي معنا من أمام الأسكوا. ملاك، يبدو أن الفعاليات قد بدأت فعلا لديك، حيث هناك ربما الحركة الكشفية. كشافة المهدي تشارك في هذه الوقفة التضامنية مع فلسطين، تأكيدا على أن هناك أجيال ولدت وتربت وكبرت على حب فلسطين وعلى يعني معرفة أن العدو واحد في لبنان أو في فلسطين. كان العدو في لبنان الإسرائيلي لحد عام 2000 حين انسحب، وفي العام 2006 تأكد أنه لا يمكن أن يعود إلى لبنان الذي كبرت أجيال فيه على العداء لإسرائيل كونها محتلة وكونها تبقى محتلة لأجزاء من مزارع شبعة. والآن نفس يعني آباء الجيل يعني آباء هذا الجيل هم الذين كانوا صغارا في ذلك الوقت ويربون أبنائهم على نفس المسير وعلى أن العدو واحد سواء كان في لبنان أو غزة، لأنه يستهدف الإنسان العربي والإنسان المقاوم أيا تكن أرضه أو أرض وجوده. يعني هذه الأفواج من الأشبال الذين يعزفون ويرفعون علم فلسطين وعلم لبنان جنبا إلى جنب تأكيد على وحدة هذا المسار بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. نعم ملاك، إذن هذه المشاهد الآن تنقلينها لنا. من المتوقع أن يتم هناك إلقاء كلمات ملاك خلال هذه الفعالية، وماذا لاحظت فيما يخص المشاركين عن أعمارهم، تنوعهم وإلى ما هنالك؟ ما إذا كان السؤال موجه لي لم أسمع تماما. نعم السؤال موجه لك. نعم السؤال كان موجه لك ملاك. نعم. لتنقلي لنا. ماذا يعني الكاميرا؟
صحيح، الكاميرا الآن تنقل بدون الحاجة إلى شرح، يعني هؤلاء أطفال يعني يحملون علم فلسطين، وكما قلت في الرسالة السابقة أن آباء هؤلاء الأطفال كانوا صغارا حين اجتاحت إسرائيل لبنان واحتلت أجزاء منه، وربوا أبنائهم على أن الحق يبقى دائما حقا مهما يعني تكاثر عليه الذين يفكرون أن الضعف قوة. نحن نرى في الفترة الأخيرة الكثير من الدول العربية تهرع إلى التطبيع مع إسرائيل، فتأتي الانتهاكات الإسرائيلية لتصفع الوعي مرة أخرى ولتقول نحن صغارا وكبارا كشعوب عربية نعرف أن عدونا واحد، وهذا يعطي الأمل باستمرارية مسار المقاومة وخط المقاومة وصولا إلى فعلا يعني الحلم الذي قال الواقعيون أنه غير قابل للتحقيق وهو تحرير فلسطين. شكرا لك ملك خالد مراسل الميادين، كنت معنا من بيروت. من بيروت أيضا كان معنا علي الأحمر مراسل الميادين، من بغداد محمد الفهد مراسلنا، وأحمد شلدان كان معنا من غزة، وعمر كايد كان معنا من لبنان من مخيم برج البراجنة. مشاهدينا الكرام شكرا لطيب المتابعة، الميادين.net دائما للمزيد ابقوا معنا.